برعاية كريمة من محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، تم افتتاح محطة توليد كهرباء جديدة بمديرية بيحان بقدرة إنتاجية تقدر بثمانية ميجاوات من الطاقة المشترى. المشروع هذا يعد من المشاريع الحيوية والهامة للمديرية، والذي سيسهم في تحسين الخدمة وزيادة ساعات التشكيل بنسبة كبيرة جدا عن الوقت السابق. تم تدشين اليوم التشغيل الكهرباء المشترى لمديرية بيحان بطاقة 8 ميجاوات لتغطية بيحان كاملة، ونحمد الله انها منذ 15 عام لأول مرة تولع كل الأحياء بدون انقطاع. سعيد اليوم بتواجدي هنا في مديرية بيحان لافتتاح المحطة 8 ميجاوات طاقة مشترى التابعة لشركة أنتركس في بيحان، ومن هنا ندعو المواطنين إلى سداد المديونية التي عليهم. وأنجزت شركة إنتراكس في وقت قياسي هذه المحطة التي قالت أنه تم إنشائها وتصميمها وفق معايير عالمية، وذلك لإخراج المديرية من الانقطاعات الطويلة في التيار الكهربائي التي اشتدت وطأتها على المواطنين، خصوصا مع ازدياد درجة الحرارة في فصلي الصيف والخريف. هذه المحطة تم إنشائها وتصميمها بمواصفات خاصة بمولدات خاصة لما يلائم الطلب الخاص بهذه المديرية. أبارك لأهلي وأخواني في مديرية بيحان بهذا المنجز الكبير، والذي سيسهم في التنمية الاقتصادية، في التنمية الصحية، في التنمية الزراعية، والذي يساهم في جميع شؤون الحياة. إن شاء الله أن يكون أبناء بيحان عند حسن الظن ويحافظوا على هذا المشروع. مديرية بيحان بأمس الحاجة لهذا المشروع وجاء في وقته، وأيضا نطلب من المواطنين أن يسرعوا للتسديد الآن، لم يبقى أي عذر. وتسعى السلطة المحلية بشبوة بقيادة المحافظ محمد صالح بن عديو إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في كافة مديرية المحافظة، وخصوصا مديرية بيحان التي عانت من وطأة حرب ميليشية الحوثية. حسن البركي لقناة سهيل من محافظة شبوة.